ماكفي هي شركة ذكاء اصطناعي قد تم تأسيسها لمدة 9 سنوات. وفي السنوات التسعة الماضية ازداد عددنا من 3 أشخاص إلى 3000 موظف. وفي عملية تطور الشركة قد تكون لدينا بعض التجارب والخبرات الخاصة سأتحدث عنها قليلا. أولا بالنسبة لشركة مثل شركتنا نواتها هي الأكفاء، لأن أعمال شركتنا تركز على التكنولوجيا والبحث والتطوير والعلاقات العامة لها، فإن الأكفاء مهمون للغاية بالنسبة لنا. النقطة الثانية هي المنطقة، لأن حديقة تشونغوانسون للعلوم والتكنولوجيا في بكين هو أهم مركز للابتكار العلمي والتكنولوجي منذ الإصلاح والانفتاح في الصين، فنعتقد أنها لا توفر لنا الأكفاء فحسب، بل تقدم لنا أيضا روح رواد الأعمال لريادة وتطوير الأعمال. لذلك قد يكون في الحديقة الكثير من رواد الأعمال الذين يقدمون لنا بعض التجارب والمساعدات، كما نشعر بتشجيع من روح رواد الأعمال في حديقة تشونغوانسون للعلوم والتكنولوجيا في كل وقت. النقطة الثالثة هي أن تقنياتنا في عملية التطوير تحتاج إلى عدد كبير من السيناريوهات للقيام وتطبيق وتجربة، ويوفر لنا حي حيديان ببكين الكثير من السيناريوهات، ما يساعدنا في تطبيق هذه التقنيات بشكل أفضل، كما نحقق الحلقة الكاملة للقيمة في عملية التطبيق، فإنه أمر مهم للغاية لتطور شركة. يظل التوسع في الخارج استراتيجية مهمة لنا، فقد بدأنا في توسيع الأسواق في الخارج منذ عام 2017، ومن الأسواق الخارجية كلها يعد الشرق الأوسط جزءا مهما للغاية بالنسبة لنا، ونأمل أن ينضم المزيد من الأكفاء المحليين إليها لمساعدتنا على توسيع السوق المحلية. لذلك خاصة منذ انتشار الوباء يمكننا أن نرى أن العديد من المطارات والمباني الإدارية والمستشفيات والمدارس في الشرق الأوسط تستخدم بعض منتجاتنا المتقدمة لقياس درجات الحرارة وتحقيق الإدارة الذكية، مما يساعدهم على القيام بإدارة المجتمع ومكافحة الوباء على نطاق المجتمع برمته بشكل أفضل. في هذه العملية نأمل أيضا في جلب بعض الحكمة والخبرات الصينية التي حصلت عليها شركات التكنولوجيا الصينية من الصين إلى الشرق الأوسط لمساعدة المنطقة على التحول من الزخم القديم إلى الجديد وعلى إكمال الرقمنة بشكل أفضل.